بأم يحيى من نادور. صباح النور. لاباس لاباس انتيا؟ سنة سعيدة بكل متمنيات لكم حقا ان شاء الله. وانتم ايضا ان شاء الله. باش متمنيتي؟ ربي يخليك لالا بارك الله فيك. اش من وصفه تقترحي علينا؟ اللحم محمر بعويد والاناناس. تبارك الله ممكن. تفضلي. عندنا 1 كيلو لحم منش نديرو في الطنجرة مع واحد البصيلة صغيرة محكوكة والتوابل عندنا الملح يبزار سكنجبير خرقوم شي زغيبة ديال زعفران شعرة نعم واحد المعلقة زبدة ونسكن ديال زيت زيتون. إذا نعاودو من الأول. نعاودو من الأول. يا الله. 1 كيلو ديال الملج. إيه واحد البصيلة صغيرة محكوكة في الحكاكة الغليظة. عندنا نص كاس ديال زيت الزيتون. نص كاس ديال زيت الزيتون. معلقة صغيرة ديال الزبدة. معلقة صغيرة ديال الزبدة. بالنسبة للتوابل عندنا الملح. الملحة. البزار ياكي. البزار. سكنجبير خرقوم زعفران شعرة. زعفران شعرة. صافي نقليو شوية ديك الحيمة نزيدو واحد جوج عويدات القرفة في الجنب واحد القبيطة ديال الربيع مرطبة ونروهم الماء. واخا. الماء ما نديروش بزاف لان محتاجنا واحد الكاس عصير البرتقال في التالي منين غطبنا اللحم. ما نديروش اللحم الماء كثير. واخا نعم. صافي منين طيبنا اللحم نحسو بها صافي صافي تقريبا طابت نزيد واحد الكاس ديال عصير البرتقال يكون حلو. نعم. واحد المعلقه واحد الاضافه طبيعي الاحسن يكون طبيعي ياك ام نحيى. طبيعي لا طبيعي عصير كلشينا على كيس انا دابا واحد كويد العصير. واه. عصير طبيعي وواحد المعلقه ديال الجنجبير مطحون. محمر غير شويه غير مساعد ماشي هذيك الرطوبه ما نطحنو مزيان كملنا كلكنا المرقه وكيعطي واحد المذاق زوين في الاطباق حلوه. اييه صافي ما غنزيدو لا سكر لا والو غنكتفي غير ديك الحلاوه ديال العصير البرتقال. نعم. غنخليو ديك الطنجره نشيدو لها الغلاقه ونخليوها تغلي تغلي وديك الحب كيتحمر كياخذ واحد اللون دوغي اورانج مزيون تيتسل غير يبقى غير شويه المريقه. ها صافي نمشيو لهذا الفواكه اللي غير رفقوا غناخذوا بعويد واحد كيلو بعويد خضر نوع شويه يكون كبير شويه نقيوه نقشروه نقسموه على جوج ونخليو ديك النباته على حسب ديكوراسيون نخليو ديك النباته الفوق ديك العويد العويد الفوقاني نخليوه له نقسمو نحاولو نقسمو بعويد على جوج نشيدو لها غير داك القلب ديالها. نعم ونقشروه صافي نكمل ديك كيلو نقيوه ونحطو ناخذ واحد السيرو ونحطو واحد المقله يكون واسعه شويه ندير واحد الكويس ديال السكر وكويس ديال الماء. اييه واحد جوج عويدات القرفة حتى لثلاثة. نعم. واحد جوج باط وجوج باديانات. وربعة ديال القرنفلات. نعم. نخليو السيرو ديك السيرو يغلى شوية يتقلنا شوية ونرمي فيه ديك الحبة ديال البعويد وحنا واقفين حدا ما نبقاش نقلبو مزيان باش ما يتهرش المهم يبقى ما طيبش بزاف ما قاب نعم. شوية. نعم. صافي منين هذا منين نساليو ديك التعسير ديال البعويد غيكون عندنا واحد طبسيل فيه لوز ايفيلي محمر ونبقاو نتمدو فيه الوجه ديالو الوجهه ديال بعويد في ديك اللوز ايفيلي. ونخليوها اطال بالنسبه للاناناس عاوتاني غنشدو اناناس صافخي الخضره ونقشروها ونقيوها نقطعو دوائر نشدو ديك العود اللي يكون في الوسط ونقسلوها في لومين سيرو ما نرميش هذاك السيرو يبقى هو هو. نعم. صافي بالنسبه للطريقه التقديمه نحطو اللحم نحطو ديك المريقه اللي تكون باقي غير شويه وديك اللوز اللي مسند في ديك بليطو ديك البعويد اللي مسند في اللوز ايفيلي غنحطو هكا ندورو على على اللحم يجي بحال الوسط والوسط يبقى لنا خاوي وديك العويدات من فوق. وصلت الفكره يا جيهان؟ اي وصلت الفكره تخيلت المنظر دابا ديك الوسط نديرو ديك الدوائر ديال الانوف مركبين بحال شكل على شكل سلسله وحده من ورا وحده من وحده من وحده تنكمل ديك الوسط نعمرو. صحه وراحه. الله يعطيك الصحه ومحيه.